أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من أسماء الله المؤمن فما معناه؟ وهل المعز من الأسماء؟ وما معناه أيضا؟ العزيز من أسماء الله العزيز، وإذا كان هو العزيز فهو يعز سبحانه وتعالى من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. وأما المؤمن فهو من أسماء الله تعالى، ومعناه والله أعلم الذي يؤمن عباده، الذي يؤمن عباده ويصدق المؤمنين، صدق المؤمنين الصادقين. نعم.